استنكرت 35 منظمة حقوقية في بيان مشترك استخدام قانون جديد لمكافحة جرائم الاتصال والمعلومات ضد المعارضين وطالبت بسحبه. الانتقادات جاءت من المنظمات التي وقعت على البيان بعد إعلان منسق هيئة الدفاع عن القضاء العياش الهمامي والمعزول عن القضاء المعزولين بقرار من سعيد منذ أشهر واستدعاء العياشي للتحقيق معه باستخدام القانون نفسه. الرئيس التونسي قيس سعيد كان أصدر في شهر سبتمبر أيلول من العام الماضي مرسوما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالاتصال وأنظمة المعلومات، ويفرض القانون عقوبات على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. أرحب من تونس بنائبة رئيس منظمة كرامة لحقوق الإنسان فاطمة كمون. أهلا بك فاطمة في هذه الحلقة من حقوق الناس. هل لديكم معلومات حول استدعاء السيد العياشي الهمامي؟ وما السبب الذي دفع السلطات التونسية لاستدعائه للتحقيق؟ السلام عليكم. أولا نحن لم ندخل بعد إلى القانون، هو مرسوم وللأسف نحن أكثر من سنة ونصف تحت طائلة المراسيم التي لا ترتقي أن تكون قانون باعتبار أن مجلس نواب الشعب لم يستكمل أو أنه ما زال في الشوط الثاني كما قال الرئيس. يعني في الحقيقة أن هذا المرسوم سيء الذكر أصبح يعني هو لجام لتكميم الأفواه. بالأمس مثل الأستاذ العياشي الهمامي أمام التحقيق في محكمة ابتدائية بتونس العاصمة ببنات، وحضر العدد كبير من السياسيين ومن المجتمع المدني ومن النشطاء في مجال حقوق الإنسان وحتى من المنظمات الدولية لدعم العياشي الهمامي الذي هو رمز يعني، ولم تكن ضد السلطات. يعني الحقيقة هو هذا القضية كانت ضد وزيرة العدل مباشرة، يعني أصبحنا نشهد عوض أن نكون الحق العام أصبحنا نتحدث عن وزيرة العدل. وهناك إجراء يعني أثرته الأستاذة كلثوم كنو باعتبار أنه وقع سماع الأستاذ العياشي الهمامي قبل أن يتم سماع القائم بالدعوة وهو مخالف للإجراءات القانونية. يعني في الحقيقة أن الأستاذ العياشي الهمامي الذي عرفته ساحات النضال طيلة عقود وهو يدافع عن جميع التيارات السياسية، يعني لا يكتفي أن يدافع عن اليسار وهو له توجه يساري بل الإسلاميين النقابيين، يعني عرفته ساحات الوغى كما يقال وهو رجل شرس وهو قائد حركة 18 أكتوبر. هذا الرجل نراه الآن يمتثل أمام القضاء كمتهم وهو يدافع عن استقلالية القضاء أو عن قضاء تمت طردهم تعسفيا. طيب ماذا يمثل هذا الإجراء بالنسبة لحرية التعبير؟ يعني حتى الذي يدافع عن حرية التعبير الآن أصبح مطلوبا للرئيس سعيد. نعم، هو يعني يقال أنه لا أساس بالباب الأول من دستور 2014 الذي يعتبره أغلب النشطاء ما زال قائما، يعني هو المرجع الحقيقي لكل الحياة المدنية أو الحقوقية، قال أنه لا مساس به، ولكن الظاهر أنه يريد إخراص هذا الباب أو إسكاته أو إسقاطه بالمرسوم عدد 54 حتى يخلو الفضاء وأن يعني يستفرد بكل معارضيه من باب هذا المرسوم. السياسيين يعني رأينا أظنه في نفس الإطار، لا أظنه بل أنه في نفس الإطار تمت دعوة الأستاذ رضا بالحاج، الأستاذ أحمد نجيب الشابي، الأستاذ جوهر بن مبارك، الأستاذ شيماء عيسى في نفس الإطار القانوني باعتبار أنه يستهدف معارضي إما أن يكون أمام القطب الإرهاب باعتبار يعني قضايا عديدة لم تحسن بعد أو بهذا المرسوم. يعني طيب هذه القضايا التي ترفع ضد الصحفيين فاطمة والمدونين إلى وتواتر ذلك، يعني أسبوعيا تقريبا نسمع مثل هذه القضايا ضد صحفيين ضد مدونين ضد محامين، إلى أي مدى يضرب المكاسب الأساسية للثورة التونسية وأيضا يضرب مصداقية التدابير التي قال عنها السعيد هي لحماية الحريات العامة؟ نعم، في الحقيقة ليست أسبوعيا بل بالنسبة لنا أصبحت يوميا. يعني أن يستدعى شخص بسيط أراد أن يعبر على صفحات الفيسبوك تعبير بسيط، يعني يمكن أن يقرأ على عدة أوجه، يجد نفسه يجلب من مدينته إلى الجورجانيا أو إلى مكان آخر لاستنطاقه حول تدوينه. أصبح من يتحدث علنا يعني يريد إعادة بناء جدار الخوف
أصبح حتى ذهب إلى إدارة يتحدث المواطن عن حقه يعني بخنوع حتى لا يكون عرضة لهذا المرسوم. أصبحت النشطاء الحقوقيين يخافون، يعني نحن في جمعية أصبحنا نعجز يعني إقامة دورة تدريبية أو ندوة الحضور تغلب على الحضور أو حتى إبداء الرأي خوفا من هذا المرسوم. يعني حقيقة كيف يبدو فاطمة، أعتذر هناك تقطع بالصوت قليلا، كيف يبدو واقع حقوق الإنسان في تونس بالنسبة للعالم؟ يعني في مراجعات الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الإنسان، إلى أي مدى يرون بأن هناك تراجع خطير في الحريات العامة وحقوق الإنسان لدى في تونس؟ نعم، هو في الثامن من شهر نوفمبر المنقضي يعني سنة 2022 عندما تم تلاوة التقرير الدوري الشامل في جنيف أمام الأمم المتحدة كان هناك تنديد شديد من قبل كل القوى. فاطمة الصوت ينقطع الآن، على كل حال سمعت أن هناك تنديد بهذا التراجع الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في تونس، لكن هل هناك إجراءات بناء على ذلك يعني أخذتها المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان؟ يعني لا توجد يعني إجراءات مباشرة باعتبار أن أصبحت حتى هي مدالة، يعني كلنا يعرف كلمة أمك السنافة يعني تصنيف تونس أو عدم التدخل في الشأن أو كل هذه الكلمات، وأصبح الأمر عند سب المعارضين بصفة يومية أو بصفة مستمرة أمر يعني يكاد يكون يومي أو يكاد يكون مباشر. لذلك أن يعني الحديث عن أن هناك إجراء مباشر لتونس أو ل يعني مساءلة مباشرة أصبح أمر يعني غير معناها قائم حاليا، باعتبار أن الجميع أصبح يعي أن الرئيس السعيد لا يسمع إلا نفسه للأسف. يعني بعد هذه الانتكاسة الحقوقية أو الانتكاسة في التشريعات أو في مكتب الحقوق والحريات وعدم قبول الرئيس بأي رأي مخالف أصبحنا نعيش حصارين، يعني حصار داخلي وربما حصار خارجي وعدم يعني حتى مساندة جدية في هذا الإطار. يعني شكرا. مثلا بعد سماع تقرير الدوري الشامل لم نرى إجراءات فعلية لمساندة هؤلاء، وأظن حتى يعني رأينا حتى المراقبين في الانتخابات الأخيرة لم الدوليين لم يكونوا موجودين، يعني وكأننا نعيش في مقاطعة، وهو ما يخيف فعلا في هذه المرحلة تحديدا. شكرا لك فاطمة كمون، نائبة رئيس منظمة كرامة لحقوق الإنسان.